ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد بثاني استضافاتنا لليوم مع حدث الأسر الأردنية اللي بنتظروه كل سنة، وهو حدث صديق للعائلات الأردنية للناشرين والمثقفين والكتاب والشعراء وكل المهتمين بالكتاب. لنحكي اليوم عن المعرض الكتاب الدولي في دورته 19. معنا السيد جبر أبو فارس، عضو اتحاد الناشرين الأردنيين في الأردن. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أخي، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأنا بشكركم على هذا اللقاء. أهلا وسهلا فيك. يعني معرض الكتاب الدولي بدورته 19، ما هو المميز فيه؟ دورة عمان، معرض عمان الدولي للكتاب في الدورة الحالية، طبعا المميز فيه أنه ضيف الشرف لهذا العام هو جمهورية تونس. أيضا هناك إضافة جديدة للمعرض، تم زيادة عدد دور النشر وزيادة الدول المشاركة، يعني في عندنا 22 دولة مشاركة في المعرض. جميل. في عندنا 350 دار نشر مشاركة في المعرض باشتراك مباشر أو بتوكيل. في هذه الدورة بامتاز المعرض في تشكيل الإصدارات الجديدة، في عدد الهائل للكميات الإصدارات اللي معروضة في معرض عمان، يعني يزيد عن 250 ألف عنوان معروض في معرض عمان في مختلف المواضيع والمعارف وفي مختلف التخصصات. تمام. طب أستاذ، تخبرنا عن عدد الدول المشاركة بهذا المعرض، وأنت حكيت لنا في عدد كبير لدول النشر، ولكن حابين نعرف الدول العربية والأجنبية. في عندنا 22 دولة مشاركة. تمام. باشتراك مباشر، وفي دول الأجنبية طبعا في وكلاء لهذه الدور، هم عارضين كتب الدور النشر الأجنبية مثل كتب دور النشر البريطانية أو الأمريكية، فموجودة متوفرة في أجنحة خاصة في المعرض. جميل. يعني دائما احنا بنعرف انه كل شيء مع هالغلب ارتفع سعره، وبصير في نوعا ما الناس ممكن بتقول لك ما بقدر اشتري هذا النوع من الكتب، او في مثلا امور ابدا، علما انه بكون نفسه انه يعني يشتري او يقدم على شراء هذا النوع من الكتب. هل اسعار هاي الكتب بمتناول الجميع، ولا هي اسعارها باهظه نوعا ما، ولا بقدر الكل يشتري؟ لا اكيد الاسعار، يعني احنا بنحرص في اداره المعرض بان يكون السعر مناسب للجمهور، وبنعطي تعليمات لدور النشر المشاركة في منح خصومات للجمهور من 25% إلى 30% للجمهور، وأيضا الناشر براعي موضوع القارئ وبيعطيه خصومات أكثر، يعني من 25%. ويعني في قراء بحب أن يقتني الكتاب لكن وضعه المالي لا يسمح، فيعني أنا بلاحظ دور النشر فعلا بتبيع بجملة الكتاب بس مقابل أنه يبيع هذا الشخص تشجيع أو تشجيع على القراءة أو تشجيعه على اقتناء هذا الكتاب. جميل. طب خبرنا أكثر عن البرنامج الثقافي اللي عادته إدارة معرض عمان الدولي للكتاب. البرنامج الثقافي لهذا العام طبعا بالمشاركة مع جمهورية تونس، احنا اخترنا جمهورية تونس للتبادل الثقافي. جمهورية تونس مشاركة في جزء من البرنامج الثقافي في هذا العام بالتعاون طبعا مع اتحاد الناشرين الأردنيين. تم عمل برنامج ثقافي مميز بيبدأ طبعا بالفترات المسائية من الساعة 7 إلى 8 في ندوة، ومن الساعة 8 إلى 9 في ندوة. في عدد من الدول المشاركة، لكن اخترتوا تونس عشان تكون هي اتحاد الناشرين الأردنيين للجمهورية التونسية ليكون ضيف على هذا المعرض، سبب اختياركم لتونس؟ طبعا تونس يعني معروفة في ثقافتها وفي الكتاب الموجودين في تونس والروائيين، وتونس يعني حاضرة في الثقافة العربية، والهدف من اختيار تونس هو التبادل الثقافي ما بين تونس والأردن حتى يتعرف القارئ الأردني والجمهور الأردني على المثقفين التونسيين، على الكتاب التونسيين، على الإصدارات التي يقوم بها اتحاد الناشرين التونسيين أو الكتاب في تونس. فتونس يعني عريقة في مجال الأدب، في مجال الكتابة، في مجال القصة والمسرحيين، فلهذا السبب تم اختيار تونس. وإحنا في كل عام بنختار دولة
تكون ضيف شرف في معرض عمان، ونبحث عن الدول اللي لديها مبدعين ومفكرين وكتاب حتى يتعرف القارئ الأردني على هؤلاء الكتاب على هؤلاء الأدباء، ويكون تبادل ثقافي. جميل. طب خبرنا أكثر، كيف شفت إقبال الناس على القراءة وعلى المعرض بشكل عام، وكيف هم هيك يعني في ناس بيستنوا من السنة للسنة؟ والله هو هوية المعرض أنه معروف الآن، أصبح معرض عمان معروف في مكانه وفي تاريخ إقامة هذا المعرض، وإحنا بنتعمد أنه يكون التاريخ ثابت في كل سنة حتى يحافظ معرض عمان على هويته السنوية. طبعا تاريخ المعرض هو من 25 أو 26 9 تم الافتتاح لغاية 5/10. الإقبال الجماهيري يعني كان في أول يومين كثير ممتاز، يعني أنا أتوقع أنه في يوم الخميس والجمعة كان الإقبال زاد عن 30,000 زائر للمعرض في يوم الجمعة فقط، فكانت يعني الإقبال الجماهيري كثير ممتاز، وأنا لاحظت في هذه الدورة حتى إقبال جماهيري أكثر من الدورات السابقة. ممتاز. ويعني بالأمس في قارئ من القراء وأنا في الإدارة فزارني، فأنا توقعت أنه في إشكالية، فبقول لا، أنا بالعكس أنا جاي أشكركم على هذا التنظيم، أشكركم على التنوع الموجود في المعرض. الآن إحنا في هذه الدورة تعمدنا على الموافقة على مشاركة دور نشر جديدة لأول مرة تشارك في المعرض، بهدف أنه يكون في عناوين جديدة تكون موجودة ومتوفرة في معرض عمان. وهذا الشخص يعني بشكرني بيقول لي أنا لأول مرة في من 3 سنوات بلاحظ في تنوع في موجودات المعرض وفي عناوين المعرض، حتى بقول أنا تشجعت وشريت، يعني شريت ب250 دينار ولو الميزانية تسمح لا أشتري أكثر. جميل. فهذا الشيء يعني بيبسطنا وبيثلج صدورنا بأنه الجمهور بيشكر إدارة المعرض على هذا التنظيم، على هذا التنوع من الكتب الموجودة في أروقة معرض عمان. أكيد. يعني هو المعرض له عدة سنوات مستمر. نعم. يعني هاي المرة 19 اللي بيتم فيها إقامة هذا المعرض. نعم. لكن احنا بنلاحظ انه في الاونه الاخيره صار في مثلا العولمه والتكنولوجيا والانترنت، بعدت شوي الناس عن انه شخص يمسك كتاب مثلا ويقرا. هل لاحظت هذا الشيء من خلال اقبال الناس على الكتب؟ يعني السنه هاي مثلا ممكن اخف من مقارنه بالسنوات السابقه، ولا بتحس انه لا، انه بالعكس كل ما تقدمت السنين كل ما كان الاقبال اكثر؟ هو الكتاب الورقي بصراحة في تراجع من سنوات ماضية إلى الآن، بالكتاب الورقي في تراجع بسبب زي ما تفضلتي بالنشر الإلكتروني، وأنه اللي بده كتاب بيبحث عنه عن طريق الانترنت أو بنزله PDF وبيقرأه. لكن في الدول الأوروبية يعني في تقرير صدر بأنه الكتاب الورقي بدأ يعود إلى السوق، لأنه كان في الماضي تراجع الكتاب الورقي وكان القارئ يلجأ إلى التكنولوجيا، لكن من جديد رجع القارئ في أوروبا في أمريكا بأنه يعتمد على الكتاب الورقي. وإحنا نتأمل في الأردن وفي الدول العربية بأنه القارئ فعلا يعود إلى الكتاب الورقي، وهذا ما نعتقده، لأنه الكتاب الورقي يعني لن يموت ولن يفقد أهميته، لأنه في الكثير من القراء بحب أنه يمتلك الكتاب أفضل من القراءة عن طريق الأنترنت أو عن طريق الآيباد. يعني القراءة بالعادة بتكون يعني من الكتاب لها نحكي طعم ثاني، استمتاع. يعني استمتاع. نعم. بالضبط. يعني بتلاقي الناس قد ما تقرأ على مثلا الأنترنت بتلاقي لا، أنا أشتري كتاب وأقرأ فيه بيكون غير. وحتى كمان بصف الواحد للأولاد أو الأطفال وبيعلمهم من خلال مثلا إنشاء مكتبة صغيرة لهم، فهذا إشي بنمي أكثر. ولكن نحكي على أهمية القراءة بشكل عام، قديه بتأثر علينا، بيأثر علينا موضوع الكتاب أو نقرأ لو عدد معين من الكتب طبعاً. سنويا يعني القراءة مهمة جدا لتنمية الشخصية، سواء يعني إحنا لازم نهتم بالقراءة منذ سن الطفولة. نعم. وأنا بتمنى بأنه على وزارة التربية إنها تهتم في موضوع مطالعة الأطفال وإرجاع موضوع الحصة المكتبية. إحنا كنا وإحنا طلاب زمان إنه في عنا حصة مكتبية، يعني نروح للمكتبة ونقرأ ونراجع، لكن الآن
يعني خفت كثير. وانا بسال بقول لك يعني الطلاب ما في ما بنروح على المكتبة. يعني المكتبة كلها غبار، كلها للأسف يعني في عزوف عن المكتبة. يعني دور المدرسة، دور الوزارة التربية بأنه يعود الاهتمام بالمكتبة. عندما يذهب الطالب وهو صغير إلى المكتبة ويتعود على القراءة، قراءة القصة والكتابة، ماذا استفاد من هذه القصة، أو ماذا استفاد من الرواية أو ملخص، صح. فهنا بتعود عادة تشجيع القراءة. من هون بنبدأ بأنه تعود عادة القراءة بالنسبة للطفل، بالنسبة للناشئة، بالنسبة للشخص الكبير. إحنا عندنا مثقفين من الجيل القديم، لكن نتأمل أن يكون هناك مثقفين من الجيل الجديد. أكيد. يعني في مبادرة زارت المعرض، مبادرة مكتبجي. نعم. فكثير انبسطت أنا لأنه هاي المبادرة عاملينها أشخاص طلاب من الجامعات، يعني عاملين زي نقابة أو زي جروب كله بسمينه مبادرة مكتبجي. فكل واحد عنده هواية الكتابة أو هواية القراءة منتمي لهاي المبادرة، وزاروا المعرض يعني أكثر من 1000 شخص تقريبا. عملوا ندوات، عملوا فعالية ثقافية، دخلوا المعرض، فكان نشاط كثير مهم وكثير ممتاز. فبنتمنى على الجامعات الأخرى أنها تتبنى مثل هيك مبادرات للتشجيع على القراءة وللعودة إلى عادة القراءة، لأنه الثقافة هي غذاء الروح. صح. وشعب بدون ثقافة يفقد يعني. صح. لكن احنا بنشوف انه دائما زي ما بيحكوها لابد من يكون في تغيير في اساليب الحياة بشكل عام. دائما الناس بتبحث عن التغيير. من وجهة نظرك بتشوف انه الناس دائما بتبحث عن التغيير، بتم عرض الكتب بكل سنة بنفس الطريقة، ولا دائما بتبحثوا على التغيير، دائما بتبحثوا على الامور الاجدد في طريقة عرض الكتب ليكون جذب لكافة الاعمار لشراء او اخذ هذا الانواع من الكتب؟ هو الناشر حريص على التنوع في إصداراته. والآن أنا بلاحظ على الناشرين بأنهم بدأوا يهتموا في أول كواليتي الطباعة، يهتموا في المادة العلمية الموجودة في الكتاب، بيعيدوا صياغة الكتاب، بدققوا لغويا، و بيدققوا حتى في الرسومات بالنسبة للأطفال. جميل. بتم تدقيقها، بتم مناقشتها، بتم عرضها على لجان مختصة حتى يخرج الكتاب بمستوى العلمي اللائق أو بمستوى العلمي المناسب للفئة المستهدفة لهذا الكتاب. ففي اهتمام كبير بالنسبة للناشر. جميل. في المضمون، في الطباعة، في كل شيء يهتم أو يكون خاص في الكتاب. حتى طريقة العرض تختلف من كل عام بالنسبة للناشر، بيهدف أنه يتم عرض الكتاب في جناحه بشكل ملفت للنظر بالنسبة للقارئ، بالنسبة للزائر. حتى بيعمل بوسترات، بيعمل دعاية للكتاب أو دعاية للرواية إذا كانت رواية موجودة أو إصدار جديد، حفل توقيع بيعمله في جناحه. فهذا كله بيساعد على التعريف القارئ بالكتاب أو بالمنتج الجديد. جميل جميل. يعني أستاذ احنا مبسوطين دائما بزي هيك فعاليات، ومبسوطين دائما انه كيف مهتمين بالمعرض اللي بصير من كل سنه. نعم. ولكن هل ممكن في معارض اخرى بتخططوا لها، او مثلا فعاليات او انشطه جديده؟ احنا يعني في اتحاد الناشئين الاردنيين بنفكر بانه نقيم معارض محليه. نعم. في المحافظات. نعم. يعني محافظات الجنوب، محافظات الشمال، الشرق، غرب، لان هاي المحافظات صعب أنها تحضر معرض عمان. يعني بتزور، احتمال تزور معرض عمان يوم خلال فترة دورة المعرض. لكن احنا فعلا بنفكر بأنه نعمل معارض محلية للناشرين الأردنيين الموجودين في الأردن، في محافظات الجنوب، في محافظات الشمال، وإن شاء الله يعني نستطيع أنه نقوم في هذا العمل. طيب ما هو المميز في هذا المعرض حاليا اللي هو 19؟ نعم. اللي بيميزه عن السنوات السابقة؟ اللي بيميز المعرض في هذا العام عن السنوات السابقة أنه مساحته زادت عن السنوات السابقة. يعني استطعنا الحمد لله في هذا العام تكبير المعرض من ناحية المساحة، وزيادة عدد دور النشر المشاركة.
وزيادة تشكيل الإصدارات الموجودة فيه. وافقنا على دور نشر جديد لأول مرة بتشارك في هذا المعرض. الهدف من هذا الشيء أنه يكون في إصدارات وعناوين وشيء جديد في المعرض. جميل. احنا بنشكرك وجودك معنا. احنا بنتشكر. بالعكس هذا واجبنا، وان شاء الله يعني نحن دائما بنحاول نزيد الوعي، والحمد لله ممكن مؤخرا عم بزيد اصلا الوعي للمواطنين باهميه الكتاب واهميه القراءه. صح. قد ايه بتاثر على حياتنا اليوميه، بتاثر على شخصياتنا وعلى ثقافتنا اكيد وثقافه مجتمع. أكيد. بالاخر اهلا وسهلا فيك. انا بشكركم وبشكر جميع وسائل الاعلام، لان وسائل الاعلام هي يعني رديفنا في موضوع الترويج للمعرض وتعريف القارئ وتعريف المواطن بأنه هناك فعالية ثقافية، هناك معرض عمان الدولي. فعن طريق وسائل الإعلام، عن طريقكم أنتم بيتم تعريف الجمهور وبيتم زيارة المعرض وبيتم زيادة الثقافة والوعي في المجتمع. كلمة بتوجهها للأهالي للجيل القادم بموضوع القراءة، كيف نحبب أولادنا بالقراءة ونرجعهم ليمسكوا كتاب ويقلبوا بين الورق، يعني لتزيد موضوع القراءة والمطالعة عند أولادنا؟ أنا بنصح أولياء الأمور أنه يهتموا في الطفل، ما يجيبوا له تليفون ولا أيباد، يعني أوكي موجود عنده، بس يجيب له قصة يعطيها، خليه يقرأها، يراجعها ولي الأمر معه، حتى الأم تراجعها مع ابنها أنه شو استفاد من هاي القصة، تلخص له إياها، تقرأها مرة ومرتين وثلاث، تعطيه تعزيزات، يعني أنه اقرأ القصة بجيب لك هدية، افهم القصة احفظها، احفظ هذا الشعر بجيب لك هدية. فهاي التعزيزات بتساعد الطفل على حب القراءة. جميل. فنتمنى من أولياء الأمور أنه يعني يتابع أبنائهم، لأنه إذا ما تابعنا الأبناء من الصغر فما بصير عنده حب القراءة ولا حب المطالعة. فيعني لابد من الاهتمام في هذا الجيل حتى يكون عندنا في المستقبل مثقفين، كتاب، روائيين. يعني احنا ما الجيل الماضي الحمد لله في عندنا شيء قامات كبيره، يعني أكيد. انا بديش انسى انه شخصيه العام الفكريه لهذا للمعرض في دورتي الحاليه هو الاستاذ والكاتب والشاعر والاديب امجد ناصر. جميل. فهو الشخصية العام الفكرية لهذا، يعني كل للمعرض. عام بيكون في شخصية فكرية وفي دولة أنتم مستضيفين. نعم. ممتاز. جميل رائع. حتى يعني نعرف القارئ ونعرف المجتمع الأردني مثلا في هاي الشخصية، في أنه عنده كتابات، عنده إبداعات، عنده يعني مش الكل بيعرف. جميل. بالتالي عن طريق هذا المعرض نعمل يعني بوستر، ونعمل عنه ندوة، ونعمل عنه شيء نشرة تعريفية، فالكثير يعني ما بيعرف بصير بيعرف. أكيد طبعا. وإحنا الهدف من المعرض هو يعني زيادة المعرفة وزيادة الوعي بالنسبة للمجتمع الأردني. جميل. هاي الشخصية معلش لأنه حكينا عنها بنهاية فقرتنا، لكن هل هاي الشخصية بتكون من الأردن ولا بتكون من الدول العربية أو الدول المشاركة؟ لا إحنا بنحرص أنها تكون من الأردن غالبا. من الأردن. جميل. لأنه يعني بدنا نعرف يعني حتى اللي يأتي، الضيف اللي يأتي من الخارج، أنه نعرفه في كتابنا، في أدبائنا، في شعرائنا، فالأولى أن يكون من الأردن. من الأردن. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. تشرفنا يعني. أهلا وسهلا. وأنا بكرر شكري لكم ولقناتكم الكريمة والعزيزة، وإن شاء الله يعني نكون دائما متعاونين مع بعض في معارض قادمة وفي الدورات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. شكرا. شكرا لك.